وصل الرسالة ديالي واحد الفنان اللي كان بغيه ودوزي حفيظ. ومهم انا كنقول لي خاصك تجي، راه بغيت نشوفك ونصارحك بكل شيء، ورا انا هي بنت الناس اللي كتبغيك، وراه كاينه ماشي الكذوب ولا شي حاجه. المهم الشيء اللي كاين، نعم انت بدات نعم يعني ملي بدا خرج لك الاغنيه ديال الموجه. اغنيه الموجه وياه اودي حاولي توصفي لنا المشاعر ديالك. المهم انا كنبغي بالمعقول، ماشي كذوب ولا شي حاجه، وداك الشيء المهم الشيء اللي كاين. كتبغي بمعنى دايرك حوايج مثلا في التليفون كتفكري فيه ديما؟ ديما 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 في البال، هو ديما في بالي، ماشي زعما ديما كتفكري فيه ديما. ديما ديما يابس الشيء اللي كاين. لا صيفط ليه في الكومنتار، كنصيفط ليه بزاف المهم ديال الميساجات شحال هادي. المهم والمهم المهم هو تيوصلو الميساج تيقراه. وما عمرو جاوبك؟ جاوبني اول مره يجاوبني، قال لي قولي لي عاودي شنو كتبتي في داك الميساج. صافي هادي هي هو الميساج اللي صيفط ليا في لي كومونتير، وانا ديما كنت كنكتب ليه في لي كومونتير ديما ديما. المهم ديما كنكتب ليه. ديما متابعه ديما وياه، ديما متبعه ديما. حافظه اغاني شويه؟ صافي شويه شويه. المهم كيجيني انسان متواضع، ولد الناس، متقي الله، كلشي فيه المواصفات يعني كاع المواصفات. وياه كنتي باغاها تشوفيها في شي راجل لقيتيها في. المهم انا اختاريت الدوزي، وصلت الرساله ديالي وصلاتو، وهو النيت باغي. المهم وصلت الميساج تاعي وصلو، كنتمنى بخير ان شاء الله. لا ما عمرني شفت، الظروف ديالي ما كتسمحش ليا وداك الشيء. المهم باش نوصل ليه ونهضر معاهم. انت كتعبري لي دابا بمشاعر الحب. المهم كل شيء المهم بالنية وبالصدق وبكل احترام، شي اللي كاين بكل احترام. ويه بصح بالمعقول بكل شيء. ويه بغيت تقولي لي تخيلي دابا هو في شوط الان على المباشر. المهم انا كنقول لي كنبغيك حافظ، كنبغيك من كل قلبي، وراه بغيتك تجي باش نصارحك وكل شيء، ومهم نشوفك مباشره. هادشي اللي كنقول لي. عارفه دابا هو فين؟ لا حاليا واقيلا كاين في الرباط، يمكن هاد الايام كاين في الرباط. كاين في الرباط؟ يمكن. هي سكينة حاولي تقربينا من الرباط اكثر. المهم انا سكينة بنت تادلة، نسكن في تادلة وداك الشيء. المهم وكنجي عند جداتي مرة مرة لبني ملال. المهم السكن ديالي في تادلة، قصبة تادلة. ساكنة في تادلة؟ قراية خدمة؟ المهم شوية تنخدم مرة مرة، شوية هكا شوية هكا. غريب، أول مرة كنشوف شي بنت كتخرج المشاعر ديالها للرأي العام، وكتعلنها بكل جرأة أنها كتبغي واحد الفنان. كيفاش؟ ما فهمتش. دابا انت خرجتي بكل جرأة انك كتقولي للدوزي كنبغيك على المباشر. المهم قلت لك الظروف ديالي ما كتسمحش لي باش ديال قوي. بصح ديري هذا. بصح داكشي اللي كاين. المهم الدور. كيفاش بكيت؟ المهم بكيت ومرات فيها ماشي. علاش بكيت؟ حيت كنبغي واحد الانسان وما كاينش القدره باش نوصل ليه، الظروف ديالي ما كتسمحش ليا. المهم الشيء اللي كاين. كانت عندك اوهام بانك تكون شي وحده اخرى من غيرك؟ من غيره مثلا؟ المهم ما كنظنش، ما كنظنش، كنظنش. المشاعر ديالك كتقوليها للعائلة، قلتيها للاصدقاء ديالك بانك عارفين. كلشي في راسو. كيفاش عاود لنا كيفاش حكيتي لهم اول مره؟ المهم حكيت الاخت ديالي وداك الشيء، قلت لها راني هدي كنبغي واحد الانسان اللي هو الفنان دوزي حافي. قالت لي مزيان الله يكمل عليك بخير. الشيء اللي كاين. كيفاش كانت ردة الفعل ديالها؟ المهم قالت لي نعم تقبلوها. تقبلوها. مادام تبغي واحد الانسان وباغيها بالمعقول وبالنيه يعني راه شيء عادي. لا وهما كيشجعوك انك مثلا تدخل في الاعلام وتقوليها بحال هكا بهذه الطريقه امام. المهم انا قلت لك الظروف ديالي ما كتسمحش لي، داك الشيء باش خرجت كونيشان وجيت شوف تي في وداك الشيء باش تساعدني وباش نوصل لي الرساله. تصوري ان الرساله الى وصلاتو وتجاوب معاك، كيفاش غيكون الشعور ديالك؟ المهم هذاك هو النهار عدي الكبير. هذاك هو النهار عدي الكبير، هذيك هي الفرحه الكبيره عندي الا وصلوا الميساج. المهم وشافوا داك الشيء، هذيك هي النهار الكبير عندي. واش تقولي للمغاربه باش يعاونوك؟ المهم كنقول لهم عاونوني، انا راه هي بنت الناس اللي كتبغي تدوزي حفيظ. والمهم هادشي اللي كاين، كنشكرهم بزاف، كنشكر شوف تي في. كيف صار هو جاوبك وقبل؟
واش نتي تقبلي بالحياه ديال دوزي عامره بالمعجبات عامره بالحياه؟ المهم هو راه اش غنقول لك، هو راه قال ملي غيتزوج غادي يعتزل، ما غاديش يبقى في الغنى. شتي اللي كان هو على ما اظن يعني متبع الحالات ديالو. شي حاجه مميزه كتعجبك؟ المهم شخصيته كلشي تيعجبني فيه، كلشي شخصيته كلشي المهم معقول، كلشي ملتزم، واحد الانسان ملتزم بالصلاه والدين وكلشي فيه. الحاجه اللي ما كتعجبكش واش غنقول لك؟ حاليا ما عرفتش، ما المهم هو تيعجبني وداك الشيء كلشي ديالو شخصيته في كلشي. وجهي لي واحد الرسالة الآن. المهم أنا المهم أنا كنتمنى وصل هذا الميساج حافظ، وكنقول ليه راك بغيتك تجي نشوفك ونصالحك بكلشي، وراني كنبغيك كنبغيك، وراه الحب ديالي صادق ليك بالنية وبالمعقول ماشي شي حاجة. المهم وشكرا. شنو كاين الرسالة المغاربة اللي غيعاونوك بالبارطاج؟ المهم يعاونوني باش نوصل للحلم ديالي اللي بغيت تحقق. المهم دابا هذا ولا حلم؟ لا حلم حقيقي، ماشي حلم حقيقي. حلم حقيقي كدير كل نهار تخرجوا باش تحقق هذاك النهار. وي حلم عندك شي حوايج كبير في الدار، شي والله شي تصويره ديالو كتشديها تبقاي تشوف فيها شي حاجه. المهم غير التصاور ديالو، التصاور ديالو عندك التصاور ديالو فهذه؟ لا ما عنديش في الدار، المهم التصاور ديال سميتو التليفون ديالو. التليفون تصنت الموسيقى ديالو؟ كنتصنت الموسيقى. كتهزي معاك حتى في الصوت؟ شنو هما؟ كتهزي معاك حتى في الصوت؟ شنو اللي تنهز؟ لا عندي في التليفون، في التليفون اللي عندي. ايه دير لنا التصاور ديال اللي عندك في التليفون وريهم الان على موضوع. المهم بلاتي عندي الكاميرا شويه ناقصه. المهم هادو اللي صاليت البارح، يعني عندك كاع الصور ديالو كاينه. يعني انت عندك كاع التصاور ديالو؟ المهم كاع عندي انت قلتي بان الاغنيه ديال الموجه هي اللي خلاتك انك تقربي ليا تكون من المعجبات، حافظها موجه؟ شويه ماشي بزاف. ماشي مقطع اش غنقولك، ما حافظهاش بزاف، المهم شويه شويه. اللي حافظه اهداء للدوز، المهم سولت عليك الموجة قلت لي يا حبيبك باقي ما جا، يا حسن عوانك غير اصبر. شكرا لك. الله عليكم، شكرا. كنشكر شوف تي في، كنشكرها بزاف بزاف. اذا مشاهدي قناه شوف تي في كيف ما تابعتوا معنا، كانت هذه الرساله ديال الاخت سكينة اللي معجبة أو لا كتحب وكتبغي الفنان حفيظ الدوزي، يعني منذ يعني الصدور ديال لا 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 من مني خرج الأغنية ديالو سولت عليك الموجة وهي مغرمة به، كتحاول تراسلو كتحاول تصيفط ليه ولكن ما كيجاوش. نتمنوا هذا المباشر هذا يوصلو، نتمنوا أنه يرد على هذه البنت ويشوف من حالها، لأنها فعلا كتبوح بحب حقيقي. إلى هنا مشاهدي قناة شوف تيفي، نلقاكم إن شاء الله في بث آخر وإلى اللقاء.